الأيام اللي احنا فيها أيام جميلة، والاحتفالات دي احتفالات عظيمة بتفكرنا وبتستدعي ذكريات رائعة لشعب عظيم، جيش عظيم. الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي لا، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا.